ونحييكم مشاهدينا إلى نقاش ملفنا الثاني. قرار وزراء الخارجية العرب بعودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية نال انتقادا من الولايات المتحدة الأمريكية التي أوضحت أن دمشق لا تستحق هذه الخطوة. البيت الأبيض أوضح أن واشنطن لن تطبع العلاقات مع نظام بشار الأسد وأن عقوبتها على سوريا ستظل سارية. المتحدث باسم الخارجية فيدانت باتل أوضح للصحفيين أن واشنطن لا تعتقد أن سوريا تستحق إعادتها إلى جامعة الدول العربية في الوقت الحاضر، موضحا أن بلاده تعتقد أن الشركاء العرب يعتزمون استخدام التواصل المباشر مع الأسد للضغط من أجل حل الأزمة السورية، مضيفا أن واشنطن تتفق مع حلفائها على الأهداف النهائية لهذا القرار. كما حض أعضاء في الكونغرس من الحزبين حظوا وشجعوا الإدارة الأمريكية على استخدام العقوبات لمنع التطبيع مع الأسد، معتبرين أن إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية خطأ استراتيجي فادح. نحن نتفق مع شركائنا في الأهداف النهائية، وكنا نتشاور معهم بشأن خططهم، ونوضح أننا لن نقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد وأن عقوباتنا على سوريا ستظل سارية المفعول. نحن ملتزمون في العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي تحت رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من واشنطن إيهاب عباس المحلل السياسي، ومن دمشق عبد الحميد توفيق الكاتب الصحفي. أهلا بكم ضيوفي الكرام. اسمحوا لي أن أبدأ من واشنطن معك أستاذ إيهاب. أستاذ إيهاب، ما هي أسباب استياء الإدارة الأمريكية من عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية؟ بمعنى أن هل السبب الحقيقي حقوقي بالعودة لقانون قيصر، بالعودة للعقوبات، بالعودة إلى حقوق الإنسان في سوريا، أم أن الوضع أو السبب الحقيقي هو سبب استراتيجي لأن واشنطن تخاف من أن تتراجع أو أن تفقد حضورها في المنطقة، استراتيجي أم حقوقي؟ نعم، أهلا بحضرتك أستاذة ريم، وأهلا بالضيف وكل المشاهدين. هناك في الواقع وجهتا نظر في هذا الأمر، وهما يتفقان ويتسقان ويسيران في نفس الإطار. الفكرة الأولى فكرة حقوقية، بمعنى أن هناك جرائم كثيرة من وجهة النظر الأمريكية طبعا ارتكبت منذ عام 2011 وحتى الآن استدعت أن يكون هناك تدخل أمريكي في الشأن السوري بشكل كبير لحماية المدنيين السوريين عن طريق طبعا قانون قيصر وفرض العقوبات إلى آخره، وقرر مجلس الأمن 2254 والأمر التنفيذي الأمريكي 13894 على ما أتذكر الرقم بتطبيق العقوبات المتعلقة بقانون قيصر والتي فرضت على كثير من الكيانات والأشخاص السوريين الذين ترى واشنطن أنهم ضالعين في طبعا يعني الاعتداء على الشعب السوري بشكل كبير. هذا جانب. الجانب الآخر وهو المتعلق أيضا بفكرة الاستراتيجية، الأمن القومي الأمريكي، وهذا إجابة للسؤال النصف السؤال الثاني لحضرتك، بمعنى أن واشنطن اليوم وطبقا لقانون قيصر مثلا يسمح للرئيس الأمريكي أن يرفع العقوبات مباشرة عن سوريا وعن كل من يتعامل مع سوريا، عن النظام السوري يعني، في حال إذا ما رأى الرئيس الأمريكي مباشرة أن هناك اتجاه إيجابي من الحكومة السورية الحالية لحل الأزمة التي هي حادثة هناك بالشكل السياسي والدبلوماسي طبقا لقرار مجلس الأمن الذي ذكرناه قبل قليل، وطبقا لما يراعي مصالح الأمن القومي الأمريكي. صحيح، يعني ولكن قد يقول لك بعضهم أستاذ إيهاب ما هذا يأتي في إطار تراجع النفوذ الأمريكي، أن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية منتظرة مترقبة وليس أن تكون فاعلة في تحديد ما يناسبها من أطر سياسية. اسمح لي أن نأخذ وجهة النظر السورية كذلك من الداخل السوري فيما يخص هذا الموضوع. أستاذ عبد الحميد، بحضرتك كيف تقرأ هذا الاستياء الأمريكي؟ لا نعلم إن كان توصيف استياء دقيق، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قالت نتفهم شركائنا العرب، وفيما بعد قالت نحن لا نرى بأن عودة سوريا لمقعد
بعدها لا نظن بأنه يمكن أن يكون إيجابي، وبعدها قالت سنراقب سننتظر. ما الذي توده واشنطن من هذه التصريحات؟ مساء الخير لحضرتك كريم ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. أعتقد أنا من هنا من دمشق بأن الاستياء الأمريكي هو الطبيعي. الاستثناء كان أن تقول الولايات المتحدة الأمريكية نحن ندعم شركائنا بحدود معينة. وبالتالي التاريخ العلاقات السورية الأمريكية قبل 2011 لم يكن أيضا إيجابيا كما في غيره من العلاقات بين الدول. الذي يبدو من موقف الولايات المتحدة الأمريكية وفي قراءة أولية أنه موقف متخبط، يقولوننا من ناحية بأنهم هم يراقبون ما يحدث، ويقولون من ناحية أخرى لن نطبع، ويقولون بأننا ناقشنا هذه الخطوات مع شركائنا في المنطقة. أريد أن أشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية في الموضوع السوري تحديدا هو عنوان لها في استراتيجيتها وفي مناطق نفوذها الحيوية في منطقة الشرق الأوسط عموما. حين أقدم الجانب التركي على خطواته بالتوجه إلى سوريا وهو العضو الأطلسي وهو الحليف للولايات المتحدة الأمريكية، نعم. وإلى ما هنالك لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من ثني الجانب التركي عن التوجه بحثا عن مصالحه فيما يتعلق بسوريا وبما يتعلق بأمنه القومي. اليوم العرب حين ناقشوا منذ أن حمل الملك الأردني قبل أكثر من عام الخطة الأردنية أو المبادرة الأردنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم إلى موسكو أيضا، لماذا لم يمنع الجانب العربي من هذا التوجه؟ نعم. ما أريد قوله هو أن اليوم مجمل التحولات في المنطقة تشي بأن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال السلوكيات والخيارات المستقلة التي أبدتها بعض العواصم العربية ليس باتجاه سوريا بل قبل ذلك باتجاه خياراتها السياسية والمستقلة بعلاقاتها الدولية والاقتصادية والسياسية وتأثيرها ونفوذها، لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على وضع خطوط الحمر وتنفيذها باتجاه شركائها وحلفائها بعد أن تأكدوا بأن الشريك الأمريكي شريك غير أمين غير مطمئن. اسمح لي أن أقول هذه النقطة الأستاذ إيهاب. أستاذ إيهاب ضيفي استمعت له يقول بأنه لم تعد واشنطن كما كانت، لم تعد تضع خطوط حمر، لم تعد تفرض، لأنه هناك أزمة ثقة، وحضرتك تعلم بأنه هناك إدارات تتالت وهناك ملفات وهناك بعض الاستفهامات حول المواقف الأمريكية في السنوات السابقة كلها. فهل هناك تخبط في الإدارة في هذه الإدارة أم أن هناك فعلا كما يقول ضيفي تراجع نفوذ أمريكي في المنطقة؟ يعني هو من هذا على ذاك من وجهة نظري الشخصية. هناك محاولات، أولا لنتفق على شيء، أن الولايات المتحدة الأمريكية سواء كانت الإدارة السابقة دونالد ترامب أو الإدارة الحالية هما تسعيان لإيجاد حل سياسي ودبلوماسي نهائي في سوريا دون إراقة المزيد من الدماء. وهم الإدارات أو هما الإدارتان تعتقدان أن تطبيق قانون قيصر يتسق مع قرار مجلس الأمن 2254، وأن المخاوف الأمريكية المتعلقة باستمرار نظام بشار الأسد بالتعاون مع روسيا وإيران يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، طبعا بجانب ما بني عليه قانون قيصر من الاعتداءات على المواطنين السوريين بالشكل الذي صورت معه طبعا أكثر من 60,000 صورة وتم بناء عليها صور تعذيب إلى آخره، نعم. وتم استصدار قانون قيصر. فبالتالي واشنطن تسير في اتجاهين، الاتجاه الحقوقي والاتجاه المتعلق بمخاوفها الاستراتيجية من تنامي النفوذ الروسي. ولكن أستاذ إيهاب والإيران. نعم، ولكن أستاذ إيهاب طالما تحدثت حضرتك وذكرنا منذ البداية قانون قيصر، طيب خلينا ندخل مثلا بطريقة عملية، كيف ستتعامل واشنطن مع عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية؟ نحن لدينا قانون قيصر، وقانون قيصر ترتبت عليه عقوبات شديدة وكبيرة وبالغة الأهمية، ولكن في المقابل مع عودة سوريا السفير أحمد أبو الغيط يقول بأنه عودة سوريا لا تلزم الدول بتطبيع علاقاتها ولكن لا تحرمها، فبالتالي هناك دول ستعيد علاقاتها، ستطبع مع سوريا، ستسحب إن كانت لها عقوبات ستسحبها، ستستثمر، لا نعلم مستقبل هذه العلاقات، فكيف سيكون موقف أمريكا من كل هذا؟
هنا السؤال الصعب الذي ستجيب عنه خطوات الإدارة الأمريكية خلال الفترة القادمة بالتعاون مع شركائها العرب. يعني أمريكا أعلنت تفهمها لهذه الخطوات ولكن هي تعارض التطبيع، وهذا يعني أنها مستمرة في تطبيق قانون قيصر. طيب، هل سيكون هناك عقوبات على الدول العربية التي سترغب في تحسين علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع سوريا؟ نعلم أن قانون قيصر دخل في تفصيلات شديدة جدا فيما يتعلق بأمور التعاون والشركات إلى آخره، والعقوبات التي ستفرض على هذه الدول والجهات. وهنا نعود إلى السؤال أو الفكرة التي طرحها الضيف الكريم من دمشق، أنه هل واشنطن ما زالت لديها القدرة على أن تفرض قانون قيصر بالقوة وتفرض هذه الخطوط الحمر أم لا؟ هذا ما ستجيب عنه القدرات الأمريكية الدبلوماسية خلال الفترة القادمة، اللهم إلا إذا كان هناك استثناء مبطنا تحت الطاولة مع الدول العربية لإعطاء فرصة للجهود العربية عن طريق جامعة الدول العربية لإحداث الحالة التي نص عليها أيضا قانون قيصر، بإمكانية أن يكون الرئيس الأمريكي ولوحده مخولا رفع كامل العقوبات عن سوريا إذا ما وجد توجها جديدا من قبل النظام السوري لإحداث حالة سياسية في البلاد تؤدي إلى إنهاء الأزمة. سيد عبد الحميد، هل يمكن ذلك؟ هل ترى بأن بوابة الجامعة العربية قد تكرس وتقرب أكثر سوريا وتعيد لها علاقاتها مع المجتمع الدولي؟ الجامعة العربية كمؤسسة لا أعتقد، ولكن أنا أعول على الرباعية العربية، العواصم الأربعة التي تبنت فكرة المبادرة وكسر الحاجز النفسي والسياسي بالعلاقة العربية مع سوريا، وبالتالي أنا أعول على الرباعية العربية، على المملكة العربية السعودية لما لها من ثقل ووزن وتأثير على المستويات العربية وفي سوريا بات التقدير كبيرا لجهودها، وكذلك القاهرة وكذلك الإمارات فالأردن فالعراق. وأعتقد بأن الخارطة العربية من الرباعية العربية التي طرحت على سوريا بشكل شفاف وتشخيص دقيق للأمراض التي تعاني منها سوريا والتي ينعكس بعضها على الجوار العربي وعلى عموم العرب، مخدرات والكبتاغون وبقية التفاصيل الأخرى والجانب الأمني والجانب الإنساني، كل هذه التفاصيل ربما أيضا باتت نقطة التقاء بين سوريا وتلك الدول العربية. وبالتالي نعم، أعول على الرباعية العربية في من خلال التفاعل الذي يجب أن يكون بين دمشق وبين هذه العواصم العربية في دفع الأمور باتجاه إيجابي أكثر، وتحديدا فيما يتعلق بإحداث توافقات مع الجانب الأمريكي أولا، وهذا ما تحدث عنه أيضا. ولكن يبقى دائما السؤال سيد عبد الحميد، صحيح ولكن أعذرنا على المقاطعة، يبقى دائما سؤال، نحن نتحدث عن الجامعة العربية، عن الدور العربي، عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ماذا عن سوريا؟ ما الذي يمكن أن تقدمه النظام السوري لتحقيق أولا تقارب عربي سوري، لتحقيق بدء خطوات جدية لمحاولة إزالة هذه العقوبات؟ والبعض يسأل في الواقع، وأنقل لك هذه النقطة بطريقة واضحة، ما المزاج السوري الحالي؟ هل هو عربي؟ هل هو روسي؟ هل هو إيراني؟ النظام السوري الآن يميل أو بوصلته بأي اتجاه تحديدا؟ إذا تحدثنا عن سوريا كأوساط عامة شعبية إعلامية إلى هنالك، أنا أستطيع أن أجزم بأنها ميالة إلى الحاضنة العربية، وربما أحدث هذا التقارب العربي كثيرا من الأمل والتفاؤل في الأوساط عامة وبما فيها مؤسسة الرئاسة السورية ومؤسسة القيادة السورية، لما يعني ذلك من أن العامل العربي يمكن أن يكون عاملا تحفيزيا، عاملا مشجعا، عاملا مطمئنا لسوريا دولة وشعبا. هذا جانب. الجانب الآخر في سؤالك الذي تفضلت به، عن أنا أميز بين ما هو المطلوب وماذا يجب أن تقوم به سوريا. أنا أعتقد بأن المطلوب من سوريا هي عناوين أساسية، وأعتقد أن الاجتماعات التي تطورت وصولا إلى إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية لم تكن تحدث لو لم يكن هناك استجابة سورية وأجوبة سورية واضحة سلمت إلى الجانب العربي عن طريق وزير الخارجية السوري. وبالتالي كان ربما الترجمة العملية الأولى لهذه التفاهمات ما حدث فجر أمس بالغارة التي قيل أنها أردنية على أكبر معمل وأكبر مهرب كبتاغون ومخدرات على الحدود السورية الأردنية في الجنوب. بالتالي أستطيع القول ما هو مطلوب من سوريا حقيقة هو عبارة عن خارطة الطريق واضحة ولا تحتاج إلى كثير جهد، وأعتقد بأن بناء الثقة يحتاج إلى
ثنائية مشتركة من سوريا ومن العرب على حد سواء. النقاش دائما بقية، والأكيد بأننا سنكون أمام هذا الموضوع بتفاصيل أخرى. أود شكركم جزيل الشكر من واشنطن إيهاب عباس المحلل السياسي، ومن دمشق عبد الحميد توفيق الكاتب الصحفي، شكرا لكم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.